يمر اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري على اليمن بسجون ومراكز احتجاز منتشرة من شمال البلاد إلى جنوبها. آلاف المخفيين الذين لا يعرف أحد عن أماكن احتجازهم، بل إن المئات منهم لا يعرف أهاليهم إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة. الحوثيون ومنذ اللحظات الأولى لاجتياحهم البلاد اعتمدوا الاحتجاز والتعذيب في المعتقلات كسلوك ممنهج للتعامل مع الخصوم وإسكات الأصوات المعارضة لهم وبث الرعب بين الناس، خاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم شمال البلاد. فبحسب رابطة أمهات المختطفين، يقبع ما يزيد عن 3000 مختطف خلف قضبان سجون الحوثيين من مختلف المحافظات، اختطفوا من منازلهم ومقار عملهم ويمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب، أوصلت العشرات منهم للإعاقة الدائمة فيما تسببت بوفاة آخرين. تقرير أخير صادر عن مجلس حقوق الإنسان في مجلس الأمن وصف الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا في سجونها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في الجنوب أيضا، وفي ذات التقرير أكد عن تحقيقات لفريق الخبراء الدوليين المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن ما كشفت عنه منظمات وصحف دولية في وقت سابق بشأن الانتهاكات والفظائع التي تتم في السجون السرية التابعة للتحالف العربي، موردا حقائق مفزعة عن جرائم فادحة وتعرض بالغين للاعتداء الجنسي والاغتصاب في مرافق احتجاز أو مراكز غير مصرح بها تتبع القوات الأمنية المدعومة إماراتيا. لهم أكثر من سنة، ليش داخل السجون؟ ليش ما يقدموهمش للمحاكمات أو عليهم حاجة؟ مخفيين قسرا، مانعين علينا الزيارة أو حتى اتصال بالتلفون، حتى في أيام العيد من يوم ما اعتقلوهم مانعين علينا الزيارة. في ظل حكم سلطات تكرس الإخفاء القسري بتكرار ممارسته بأبشع صوره، سيمضي اليوم العالمي هكذا وستبقى أسئلة الأمهات دون جواب.